طلبة الأعزاء، أرحب بكم في المحاضرة الثانية من مادة خدمات المباني للتكييف. محاضرتنا هذا اليوم إن شاء الله راح تكون عنوان مقدمة لخدمات المباني، والخاصة بالضبط بخدمات المباني وعلاقتها بالعمارة بشكل عام. تذكرون محاضرتنا السابقة كانت عن الأنظمة البناء، وخلنا من ضمن هذه الأنظمة اللي هي الميكانيكال سيستم واللي هو الخاص بخدمات المباني. فاليوم إن شاء الله راح نأخذ مقدمة عن هذا واللي راح ينقلنا فيما بعد إلى التكييف. بالبداية راح نعطيكم نبذة مختصرة عن المحاضرة. المحاضرة هي اليوم عن دور المعماري في خدمات المباني. تعرفون أنه المهندس المعماري أو المعماري هو واحد من عدة اختصاصات بالهندسة اللي بعدين راح تقوم عليها أنظمة المبنى. فالمهندس المعماري عنده واجبات، وبنفس الوقت هو راح يكون قائد للعملية التصميمية، وأيضا راح يكون له تأثير على باقي الاختصاصات. بالبداية راح يعني ناخذ كيف أنه المبنى ما يصرف أي طاقة حتى المهندس المعماري يقوم بدوره بشكل مثالي، خلينا نقول أو أقرب إلى المثالية. فراح نتعرف إلى الزيرو إنرجي بيلدينج أو الزيرو إنرجي هاوس، وأشنو خصائص هذا المبنى بشكل عام، أو بما تسمينه الأدبيات بالهاوس أو البيت ذو الطاقة الصفرية، يعني البيت اللي ما ياخذ طاقة من مصدر خارجي. أول خاصية من خصائص المبنى ذو الطاقة الصفرية أو الزيرو إنرجي هاوس أو البيلدينج اللي راح تكون الكوركت أورينتيشن، معناته التوجيه المثالي أو التوجيه الصحيح. التوجيه هو عامل مهم من العوامل التحليل أو التصميم اللي أخذتمها في مراحلكم السابقة. العامل الثاني أو الخاصية الثانية اللي هو شكل، تصميم شكل المبنى بحيث يتلائم مع المناخ ومع وظيفة المبنى. العامل الآخر هو الاستخدام الصحيح للألوان أو مثلا للأبيض والأسود. فمثلا بالمناطق الحارة نحن نستخدم ألوان فاتحة تعكس لنا أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس، والعكس صحيح بالنسبة للمناطق الباردة. العزل جدا مهم في كل مستويات البناء، سواء كانت جدران أو سقوف أو أرضيات. إحكام الإغلاق بالنسبة للهواء، طبعا عدا أنه إذا غدنا بالعكس أنه نحن نعمل تهوية طبيعية، هذاك الوقت راح نفتح فتحات مسيطر عليها. التوجيه والتصميم الصحيح للنوافذ واللي يتعلق بالنقطة الأولى اللي هي بالتوجيه الصحيح للمبنى. فأيضا لازم يتكامل توجيه وتصميم النوافذ مع توجيه وتصميم المبنى. وأيضا هذه النوافذ لازم تكون مظللة بالكامل بالأوقات الحارة مثلا مثل فصل الصيف. خصائص أخرى للزيرو إنرجي هاوس اللي هو استخدام تدفئة الفضاءات بالباسف سولار أو الطاقة الشمسية غير المباشرة. استخدام تدفئة المياه بالطاقة الشمسية المباشرة مثل السخانات اللي تعمل على الطاقة الشمسية. استخدام الأجهزة والمعدات داخل المنزل أو المبنى اللي تمتلك يعني كفاءة عالية، مثل إيش؟ مثلا راح أعطيكم مثال، التلفزيون القديم كان ياخذ طاقة كبيرة، بينما التلفزيونات الحديثة هاي الـ LED أو مثلا التلفزيونات الشاشات السمارت مثلا تاخذ طاقة أقل بس بكفاءة أكبر. الإضاءات الحديثة أيضا، إضاءة الـ LED والإضاءة الفلورنسنت مثلا تاخذ إضاءات أو تاخذ طاقة أقل كثير من القديمة، مثل مثيلاتها القديمة، وبنفس الوقت تنطينا إضاءة أفضل. وأيضا معدات التدفئة والتبريد العالية الكفاءة لازم نستخدمها حتى نحصل الزيرو إنرجي هاوس. وأخيرا استخدام وسائل الحصول على الطاقة من المصادر الطبيعية مثل خلايا الطاقة الشمسية.
هسا راح نجي على رسم يوضح هذه الأمور. نلاحظ كيف أنه يستخدم العزل بمختلف جوانب المبنى، ويستخدم وسائل حصول على الطاقة الطبيعية مثل خلايا الطاقة الشمسية وأيضا الحرارة الأرضية مثلا ممكن، وأيضا استخدام مثلا double glazed windows حتى يوفر أعلى عزل ممكن بالنوافذ. ولا ننسى شيء مهم أيضا اللي هو الأوتوميشن سيستم أو السمارت سيستم، يعني المبنى أنه إيش كيف يكون ذكي بحيث أنا أسيطر على التظليل، أسيطر على الإضاءة داخل البيت من خلال عوامل مثلا لما الشمس تكون بأشد إضاءة أنا عندي ستائر تغلق أوتوماتيكيا، لما تروح الإضاءة مثلا تفتح أوتوماتيكيا وهكذا. هسه راح نتعرف على الأسلوب المعماري للحصول على التصميم المستدام. الأسلوب المعماري حتى نحصل على التصميم المستدام يجي من خلال عملية تسمى بالأسلوب التصميم ثلاثي الطبقات. هذا الأسلوب يعتبر أسلوب تصميم لكسب الحرارة والتبريد مثلا والإضاءة بثلاث خطوات. الخطوتين الطبقة أو الطبقتين الأولى والثانية راح تكون مسؤوليتها كاملة من قبل المهندس المعماري أو المعماري بشكل عام، واللي ممكن تقلل استهلاك الطاقة بنسبة 80%. وراح نجي على مخطط يوضح كيفية أو المراحل هذه الطبقات الثلاثة. الطبقة الأولى اللي هي تصميم المبنى نفسه، الطبقة الثانية تصميم الحصول على الطاقات الطبيعية، والطبقة الثالثة اللي هو راح يكون المعدات الميكانيكية وكيفية وضعه في المبنى. فقلنا المهندس المعماري مسؤول بشكل كامل عن الطبقتين، وأيضا الطبقة الثالثة اللي هو دخل بيها، فلازم المفروض المهندس المعماري يحسب حساب المهندس الميكانيك أو لازم يكون بتنسيق مع المهندس الميكانيك خلال العملية أو المرحلة الثالثة. راح نشرحها من خلال جدول، وكل اختصاص مثلا التدفئة كيف ممكن تتم والتبريد أو التهوية وأيضا الإضاءة. فالطبقة الأولى اللي هي قلنا تصميم المبنى أو التصميم الأساسي للمبنى، الهيتينج يتم عن طريق الكونسرفيشن أو الحفاظ على الحرارة الموجودة في المبنى. من إيش؟ من خلال مثلا نسبة السطح للحجم، من خلال استعمال العوازل، من خلال إحكام الإغلاق. أما بالنسبة للكولينج فمن خلال تجنب الحرارة اللي هي من خلال التظليل، من خلال استعمال الألوان المناسبة وأيضا العزل، وكذلك من استخدام الكتلة بالتظليل أو التصميم للتظليل. بالنسبة للإضاءة قلنا النوافذ وشكل النوافذ وتوجيهها، وبالإضافة إلى يعني نوع التزجيج مثلا دبل جليزينج أو سينجل جليزينج إلى آخره، وأيضا بالنسبة للإنهاءات الداخلية. يعني مثلا الإنهاءات بالألوان مثلا الفاتحة راح تنطينا إضاءة أكثر، والعكس صحيح. الطبقة الثانية أو المرحلة الثانية اللي هي استخدام الطاقات الطبيعية والتقنيات غير المباشرة. بالنسبة للهيتينج راح تكون بالباسيف سولار. بالمناسبة يعني الباسيف سولار هو عملية استخدام الطاقة الطبيعية من الشمس من خلال الكسب المباشر أو الترومبول. الترومبول هو الجدار اللي يكون خلف الزجاج بحيث يحصر مساحة ما بينه وبين الزجاج، وهذا يكون بينه فتحة من الأعلى ومن الأسفل، فتحتين. الفتحة اللي من الأعلى راح يطلع منها الهواء الحار اللي راح يكون محصور ما بين الزجاج والحائط، والفتحة من الأسفل راح يدخل عليها الهواء البارد من الغرفة فتستخدم بالتدفئة، وأيضا باستخدام المساحات اللي تكسب الشمس. أما بالنسبة للتبريد فأيضا راح يكون التبريد بطريقة غير مباشرة، evaporative cooling يعني مثل استخدام نوافير أو مثلا إلى آخره أو مسطحات مائية، وأيضا night flash cooling اللي راح نتعرف عليها فيما بعد، والتهوية المريحة، وأيضا أبراج التبريد أو التدفئة. بالنسبة للإضاءة راح تكون باستخدام السكاي لايت، وأيضا طرق أخرى من الإضاءة
المرحلة الثالثة اللي راح تكون هي من اختصاص مهندس الميكانيك، ولكن أيضا واجب مهندس المعماري أنه يوفر له المساحات المناسبة للمعدات مالته، وأيضا الباقي التمديدات مثل الدكتات وما شابه. بعد ما أخذنا هذه الطبقات الثلاثة راح نتعرف على بعض خصائص المباني وكيفية أنه هذه تصميم المبنى ممكن أشون يأثر عندنا باستخدام الطاقات الطبيعية. فالآن راح نأخذ بعض أشكال المباني وراح نأخذ تأثير هذا الشكل على العملية التصميمية حتى نطبق اللي قلناه قبل شوية ككلام نظري. الشكل الأول اللي راح نأخذه راح نأخذ الشكل المربع الكومباكت متعدد الطوابق. الفوائد من هذا الشكل اللي هي راح تكون تقليل المساحة السطحية إلى أقل ما ممكن، وهذا بيش يفيدنا بالمناخ البارد حتى يقلل من الانتقال الحراري سواء كان كسب أو فقدان حراري. هذا الشكل راح يأخذ مساحة أقل ما ممكن من الأرض، وأيضا مثل ما ذكرنا هو جيد للمناخ البارد. أما المساوئ استخدام هذا النوع من الأشكال فهو صعوبة توجيه كل الفضاءات بالاتجاه الأمثل. فمثلا راح تلاحظون أنه الواجهات تمتلك نفس المساحات، فإذا أخذت واجهة من الواجهات توجيه أمثل فالباقي راح يكونون التوجيه مالتهم غير مثالي. وأيضا ما دام مساحة مالته أو المقطع أو مساحة المخطط هي نفسها من جميع الاتجاهات راح يكون عنده القابلية الأقل بالنسبة للداي لايتنج اللي هو الإضاءة الطبيعية، وأيضا الباسيف سولر والباسيف كولينج أو التبريد والتدفئة الغير مباشرة. الشكل الثاني اللي راح ناخذه راح يكون نفس الشكل مع الفناء الوسطي. راح يمتد هذا الشكل شوية، راح ناخذ مساحة أكبر ونخلي فناء وسطي بوسط هذا الشكل متعدد الطوابق. الفوائد من هذا الشكل راح يكون أفضل من الشكل السابق من ناحية الاستفادة من الإضاءة الطبيعية والتهوية الطبيعية، وأيضا الفيو راح يكون أكثر لأنه مساحة الواجهات يعني كبرت، وأيضا عنده بالإضافة للفيو باتجاه الأتريوم أو الكورت الوسطي. مساوئ استخدام هذا الشكل نفس الشكل السابق، مساحة الواجهات ما راح تكون متساوية من كل الجهات، فواجهة راح تأخذ التوجيه الأفضل وباقي الواجهات ما راح يأخذون توجيه مثالي. أيضا راح يكون أقل انكماش أو أقل يعني الانفتاحات راح تكون أكثر من الشكل السابق. ليش؟ لوجود الفناء الوسطي، وراح يأخذ بهالحالة مساحة أكبر من الأرض. الشكل الثالث اللي راح ناخذه هو الشكل نفسه المربع ولكن ذو الطبقات القليلة أو الطوابق الأقل. بالنسبة للفوائد استعمال هذا الشكل راح يكون استخدام الإضاءة الطبيعية بينه أكبر ما ممكن لأنه الواجهة راح تأخذ مساحة كلش كبيرة. ممكن أيضا استخدام السكاي لايت لأنه طوابقه قليلة، وأيضا راح يكون يعني ما دام نحن راح نستلم أشعة كبيرة من أشعة الشمس فراح يأخذ ممكن أنه نستخدم الباسيف سولر أو الباسيف سولر هيتينج ثرو يعني من خلال استخدام الواجهة الكبيرة. مساوئ استخدام هذا الشكل راح يكون يأخذ مساحة كبيرة من الأرض، وراح يكون عملية الانتقال الحراري كلش كبيرة بينه لأن المساحة السطحية بالنسبة لمساحة الكتلة راح تكون كلش كبيرة. وأيضا نفس الأشكال السابقة، هذا بما أنه نفس المساحة من جميع الواجهات فأيضا واجهة راح تكون واجهة مثالية والبقية راح يكونون توجيه أقل كفاءة. نيجي للشكل الثالث اللي هو متعدد الطوابق للشكل الممتد أو الطولي. الأشياء الجيدة في استخدام هذا التصميم إذا
التوجيه مع السايت سمح لنا أو مع الموقع سمح لنا، راح يكون أكو واجهة كاملة أو جهة كاملة راح تستخدم يعني تأخذ التوجيه الأمثل. وأيضا ما دام تأخذ هاي التوجيه الأمثل فإذا تأخذ أكثر ما ممكن من الإضاءة الطبيعية، وراح يكون ما دام مقطعه راح يكون قليل اللي هو هذا المسافة بين الضلعين الأطول راح تكون قليلة، فإذا راح يكون عنده فرصة أكبر بالتهوية الطبيعية أو الاختراق أو النفاذية من جهة إلى أخرى بالنسبة للتهوية الطبيعية. وأيضا تتعلق بالنقطة الأولى، ما دام إذا عندنا تمجيه مثالي راح يأخذ يعني تدفئة طبيعية بأكثر ما ممكن. أما مساوئ استخدام هذا الشكل فهو راح يكون مساحة كبيرة بالنسبة للحجم، راح يأخذ مساحة كبيرة، وأيضا هذا يقللنا من كفاءة الانتقال الحراري. وأيضا نحن قلنا إذا السايت أو تصميم الموقع يسمح، أما إذا كان تصميم الموقع ما يسمح فراح تكون الواجهة طولية باتجاه مثلا الشرق والغرب، واللي هي الواجهات غير مثالية، ما يؤدي إلى مثلا الغرب تعرفون أنه راح تكون حرارة كبيرة، وبالعكس الشرق مثلا راح يأخذ حرارة أقل وهكذا. الشكل الأخير اللي راح نأخذه اللي هو شكل الـ L-shape متعدد الطوابق. المحاسن استخدام هذا الشكل أو المزايا استخدام هذا الشكل راح يكون يعني ممكن أنه يرهم على مواقع أو تصميم مواقع أكثر من باقي الأشكال، لأنه ممكن أن أوجهه باتجاه معين، وأيضا ممكن أن أخذ إضاءة طبيعية لأنه مساحة كبيرة راح يكون عندنا، وأيضا نفس الشكل السابق بما أنه المقطع مالته قليل فراح يكون عندنا نفاذية بالنسبة للتهوية الطبيعية أكبر ما ممكن. أما مساوئ استخدام هذا الشكل، إذا جزء من الـ L-shape أو ضلع من الـ L-shape صار بالنسبة للتوجيه الأمثل فأكيد الضلع الآخر راح يكون ما بالتوجيه الأمثل، وبهالحالة كثير من النوافذ راح تكون هي مشاكل بالتوجيه بالنسبة للشرق والغرب. زين، راح نأخذ كيفية تعامل العمارات التقليدية أو التصميم المعماري التقليدي مع المناخ. فهذا مخطط بسيط راح أعطيكم، هو راح يكون كيفية التعامل والأشكال والمساحات والمعالجات التصميمية لكل مناخ. فنبدي بالمناخ اللي جدا بارد، فتلاحظون يستخدمون مثلا الشكل الدائري. ليش؟ حلمود يكون مساحة سطحية أقل ما ممكن بالنسبة للحجم، فهذا راح يقلل لنا الفقدان والكسب الحراري لأقل ما ممكن. مثل إيش؟ مثل إذا تلاحظون البيوت القطبية أو البيوت الثلجية. ينتقل التصميم من المناخ البارد إلى تصميم المربع، وثم إلى تصميم المستطيل بالنسبة للمناخ المعتدل نوعا ما، وإلى التصميم ذو الفناء المغطى. بعدين ننتقل إلى تصميم المناخ الحار، وينقسم إلى جزئين: المناخ الحار الجاف بالأعلى، والمناخ الحار الرطب اللي تشوفون الأشكال بالأسفل. الحار الجاف يستخدمون الفناء الكبير نوعا ما، وراح يتصغر الفناء في حال كان المناخ جدا حار، بينما العكس صحيح بالنسبة للمناخ الرطب. راح نستخدم تصميم كومباكت أو مربع، ونستخدم التسقيفات الخارجية بالامتدادات أكثر ما يمكن على مود نوفر تضليل. وإذا كان جدا المناخ حار ورطب راح نستخدم جدران البيئة النفاذية على مود تسهل لنا حركة الرياح. هسه راح يبقى لنا ناخذ أمثلة على هاي العملية. مثال مثلا باليمن يستخدم
التصميم الكومباكت والألوان أو المواد اللي تنطي انعكاس أكبر لأشعة الشمس. بالمناخ الحار الرطب نلاحظ تصميم التسقيفات العالية والمفتوحة من الأعلى والمثلثات مثل ما نلاحظ مثال أندونيسيا مثلا سومطرة. هذا التصميم ذو النفاذية واللي بيه تسقيفات كبيرة. بالمناخ الحار الرطب اللي جدا حار جدا رطب مثل الإمارات أو دبي. هذا الآخر تصميم معتدل مثل كاليفورنيا، لاحظ استخدام النوافذ الحجم الحجم الكبير، ليش؟ على متاخذ أكثر ما ممكن من أشعة الشمس. وهذا أخيرا للتصميم المناخ البارد، نلاحظ جدا كومباكت ومغلق على نفس التصميم، وأيضا ممكن استخدام الألوان الغامقة. آخر موضوع راح ناخذه بهذه المحاضرة إن شاء الله راح يكون التصميم المتكامل. راح ناخذ بالبداية العملية التصميمية التقليدية أو الكلاسيكية، راح ناخذها كيفية إعطاء كل اختصاص للاختصاص اللي بعده من التصميم المعماري إلى أنه يأخذها الكلاينت أو الأونر. فهذه العملية تبدأ بالمصمم المعماري يضع التصميم، ثم المهندس الداخلي أو التصميم الداخلي يضع التصاميم أيضا، تنتقل هذه التصاميم إلى مثلا جهة استشارية أو مهندس استشاري بحيث يوافق على التصميم. بعد ما يثبت التصاميم تنتقل إلى المهندس المدني حتى يقوم بالتصميم الإنشائي، وأثناء ما ينطي هذا المصمم الإنشائي إلى مهندس الميكانيك حتى يكمل بقية الأعمال الميكانيكية. أيضا مهندس اللاندسكيب أو الفضاءات الخارجية يشتغل في هذه الأثناء، ومن ثم يأخذها المهندس الكهربائي حتى يحسب الأحمال، ثم تنتقل إلى المقاول، وبعد ما يتنفذ البناء يجي المهندس أيضا المشرف يصادق على البناء، ثم تنتقل إلى المالك المشروع أو الكلاينت الزبون. هذه العملية قد ترجع فيدباك إلى أي مرحلة. زين، نتعرف بعده إلى الانتجريتد ديزاين أو التصميم المتكامل بالوظائف. أشلون تتكامل الوظائف حتى يتحقق هذا التصميم المتكامل؟ فنلاحظ الوظائف نبديها من الوظائف الجمالية إلى تقليل السعر إلى الوظائف الإنشائية، التدفئة والتبريد والإضاءة والصوتيات، المواد، الاستدامة، السيطرة على الماء، والحاجات السيكولوجية والحركة circulation. كلها تتكامل هذه حتى تنطينا تصميم متكامل. فالتصميم المتكامل هذا راح يكون بالوظيفة، حتى يتحول إلى حرفة لازم الكل يشترك بالتصميم اللي ذكرناه سابقا، من المعماري إلى المدني إلى كافة الاختصاصات، وحتى المقاول دائما يكونون باتصال مباشر بكل عملية من عمليات التصميم حتى ينتجون تصميم المتكامل. أخيرا نتكلم عن الاستنتاجات. أهم شيء نستنتجه من هذه المحاضرة هو الدور الكبير للمهندس المعماري قبل ما تبدي بقية الاختصاصات حتى ينطينا التصميم المتكامل. فلازم يعرف المعماري كيفية أنه يجعل التصميم مثالي للمناخ المناسب حتى يقلل لنا من كمية الطاقة اللي يحتاجها هذا المبنى للقيام بالعمليات المريئة مثلا الراحة الحرارية إلى آخره اللي يحتاجه المستخدم. شكرا جزيلا لإصغائكم.